لم يقبلوا بالانتقالي ولم يقبلوا بالمؤتمر الشعبي العام ولم يقبلوا بمختلف القوى. كيف تريدون أن تنتصروا لهذا الوطن إن لم تكن رايتكم هي علم الجمهورية اليمنية ومبادئ الثورة والجمهورية؟ نتمنى أن يكون الجميع يد واحدة، هدفنا واحد، بعيدا عن التشرذمات والتكزمات، بعيدا عن الأهداف والمشاريع الصغيرة. نحن نقاتل تحت علم الجمهورية اليمنية، ولا أنا لله ولا الوطن، لا لأشخاص لا لأحزاب. كلكم يا أبناء المقاومة الوطنية هنا من مختلف محافظات الجمهورية ولا لا؟ صحيح ولا لا يا شباب؟ لا توجد تفرقة. هنا تتجسد الشرعية فيكم، هنا تتجسد الوحدة فيكم. علم الجمهورية اليمنية هو الوحيد الذي يرفع. نعيد لحمة يمنية حقيقية. كنا استبشرنا خيرا عندما عقد مجلس النواب وقالوا هناك تحالف وطني. كانت أول وثيقة في هذا التحالف مهاجمة علي عبد الله الصالح، شهيد مات الله يرحمه، استشهد ثابت على مبادئ. أين هو هذا التحالف؟ مات لأنه ولد ميتا. نريد تحالف حقيقي يضم كل أبناء اليمن تحت مظلة شرعية الدستور والقانون ومجلس النواب، الشرعية الدستورية الحقيقية. نريد إصلاح المؤسسات، نريد إصلاح الشرعية، لنكون على قلب رجل واحد تحت راية واحدة. ما لم تتركونا نقاتل، تركونا نخوض معركتنا هنا في الساحل الغربي. بنادقنا لن توجه لغير الحوثي.